السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في محاضرة جديدة من محاضرات الهندسة الوراثية المعدة لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التحليلات المرضية كلية العلوم جامعة الكوفة. أنا محدثكم دكتور بسام شيروزة في المحاضرة الثالثة من محاضرات الهندسة الوراثية. تكلمنا في المحاضرات السابقة حول الإنزيمات القاطعة والإنزيمات اللاحمة وكذلك البوليمرازات، وذكرنا أنه في محاضرات التقانة الإحيائية كيفية عملية تكوين جزيئة الـ recombinant molecules اللي هي بعد عملية كلونة الجين نحصل عليها. الخطوة اللاحقة هي أنه بعد عملية الليجيشن، بعد عملية تكوين جزيئة الـ recombinant molecules اللي هي مكونة من الفيكتور والجين، هناك خطوات أخرى لازمة لأجل الحصول على جزيئة الـ recombinant proteins. فاليوم إن شاء الله تعالى نتكلم حول الخطوة اللاحقة بعد عملية الـ ligation. So here is the title. What is the step after the ligation? It is our subject for this lecture. الخطوة اللاحقة هي عملية الترانسفورميشن وعملية التأكد من صحة الكلونة. So it is a transformation and verifying of cloning. حتى نتأكد من أنه الكلونة صحيحة لابد من وجود خطوات كثيرة جدا. عملية الكلونة أو عفوا عملية الترانسفورميشن تحدث بطرق معينة. من ضمن هذه الطرق نستخدم طريقة يا أما الهيت شوك يا أما طريقة الالكتروبوريشن. فطريقة الهيت شوك هي مجرد أنه غمس خلايا البكتيريا مع البلازميد في تيوبة واحدة بعد مزجين في حوض حاوي بدرجة حرارة 37. يعني نأخذ المزيج من خلايا البكتيريا الإيكولاي ممزوجة في سائل مع البلازميد اللي تم إعداده في تيوبة واحدة، ونضعهم في ووتر باث بدرجة حرارة 42 سيليزي لمدة معينة، ثم بعد ذلك نرفع هذا التيوب ونضعه في الآيس، وبمجرد تغيير هذه درجات الحرارة من 42 إلى 0 سيليزي راح يؤدي ذلك إلى دخول البلازميد إلى داخل الخلية. فهذه الطريقة تسمى الهيت شوك. من أجل إجراء هذه العملية لابد من غسل الخلايا في محلول نسميه الآيس كولد سولت سوليوشن. فبالتالي هناك مجموعة محاليل، ولكن من ضمن هذه المحاليل عادة هناك مركب كيميائي اللي هو الربيديوم كلورايد مادة أساسية أو الكالسيوم كلورايد. هذا المحلول عادة نحضر جليسيرول، الجليسيرول يكون عادة مبرد ويكون حاوي عليه من على الكالسيوم كلورايد او الرابيديوم كلورايد. والسبب في ذلك انه هذه المواد عادة تزيد من الافيشنسي اوف بكتيريا تو ابتيك بلازميد، يعني تزيد من كفاءة البكتيريا لاخذ البلازميد. كالسيوم كلورايد او رابيديوم كلورايد may cause the DNA to precipitate onto the outside of the cell or may change the cell wall properties that improve DNA binding. من المعتقد انه هذه المادة سواء كانت الكالسيوم كلورايد او الربيديوم كلورايد وجودها في المحلول يؤدي الى زيادة ترسب هذه الجزيئات اي جزيئة الريكومبوننت دي ان اي موليكيولز عريما على السطح الخارجي للخلايا، بمعنى انه يزيد الافينيتي مع ترسب البلازميد عريما على سطح الخلايا، بالتالي هذا يزيد من كفاءة أخذ الخلايا للبلازميد. فبالتالي soaking cells in calcium chloride affect only DNA binding and do not actually affect on uptake of the plasmid Y cells. حقيقة بالضبط كيفية أخذ الخلايا للبلازميد هو غير معرف، ولكن هذه مجرد عبارة عن hypothesis ومجرد عبارة عن اعتقادات بأنه الكالسيوم كلورايد كل ما يؤدي هو والربيديوم كلورايد هو أنه يزيد من الـ DNA binding، يعني بمعنى أنه يزيد من ترسب هذه البلازميدات على السطوح الخارجية للخلايا.
The actual movement of DNA into cells is stimulated by rising the temperature of 242 centigrade. مثل ما ذكرت في البداية أنه عملية أخذ الخلايا تتم للبلازميدات تتم بتغيير درجة الحرارة، ولذلك هذه الطريقة يسموها بالheat shock. This exactly the reason why heat shock is effective is under understood. Is not understood. بالحقيقة أنه كيفية أخذ الخلايا بتغيير درجة الحرارة هو غير معروف أبدا، لا يوجد هناك شرح يكون عادة حاسم في معرفة كيفية أخذ خلايا البكتيريا للبلازميد. لا توجد هناك أي طريقة وافية وكافية في شرح هذه العملية، ولكن ما يعتقد أنه الخلايا تأخذ هذه البلازميدات هو بسبب ربما الليبيد اللي موجود في السطح الخارجي للخلايا، وبالتالي بزيادة درجة الحرارة قد يؤدي ذلك بزيادة نفاذية الغشاء الخلوي لل يعني السيتوبلازم ممبرين، وبالتالي قد يسهل عملية أخذ البلازميد. هناك طريقة أخرى اللي هي طريقة الإلكتريك شوك. هذه الطريقة غير مذكورة في هذه المحاضرة، ولكن هي طريقة أخرى وطريقة فعالة جدا. The plasmid uptake by cells is only 0.01%. So how to distinguish cells that has taken up a plasmid from the many thousands that haven't been transformed? عادة ما يتم مزجه هو كميات كبيرة جدا من الخلايا مع كميات كبيرة أيضا من البلازميد بنسب معينة، ثم بعد ذلك بعد إجراء عملية الترانسفورميشن كمية الخلايا التي تأخذ بلازميد هي كمية جدا قليلة، وهي بنسبة تكاد تكون 0.01%. بالتالي معظم الخلايا تكون غير آخذ البلازميد. إذن كيف يتم تمييز الخلايا الحاوية على البلازميد بعد عملية الترانسفورميشن من الخلايا التي لم تأخذ البلازميد بعد عملية الترانسفورميشن؟ على سبيل المثال، here is an example. PBR322 بلازميد، هذا نوع من أنواع البلازميدات، يحوي على جينين. الجين الأول هو البيتا لاكتامز، وهذا الجين يكون قادر على تكسير انتيبايتيك الامبيسيلين، ويحوي ايضا على جين اخر يكون قادر على تكسير تتراساكلين المضاد الحيوي تتراساكلين. بهذه الحاله لو افترضنا انه عمليه الترانسفورميشن لهذا الجين تمت، فبالتالي فقط الخلايا التي تكون حاويه على البلازميد بعد عمليه الترانسفورميشن هي التي تكون مقاومه الى الامبيسيلين والتتراساكلين. يعني ببساطة نأخذ الخلايا بعد عملية الترانسفورميشن اللي هي الميكسشر، نزرعها على طبق حاوي على أمبيسيلين وتتراسايكلين. الخلايا التي أخذت البلازميد هي الخلايا التي تكون قادرة على النمو على ذاك الوسط الزرعي. If E. coli is transformed with this plasmid, successful transformation will make the E. coli resistant to both of them. بمعنى أنه تكون مقاومة لكل من الأمبيسيلين والتتراسايكلين. Non-transformant will be sensitive. بالتالي أنه الخلايا اللي تكون غير لم تتم لها عملية الترانسفورميشن تكون عادة sensitive للأمبيسيلين والتتراسايكلين، وبالتالي لا تنمو على الطبق. طيب، بعد عملية إجراء الليجيشن، بعد عملية إجراء لحم الجين أو قطعة الDNA في البلازميد وتكوين الريكومبوننت موليكيولز، هناك اكثر من احتمال واحد لوجود جزيئات مختلفه من الريكومبوننت موليكيولز. الخيار الاول هو انه قد يكون انلايجيتد فيكتور، بمعنى انه هذا الفيكتور او البلازميد بمجرد انه انا هضمته وجبت قطعه الجين وحاولت انه الحمها، اللي صار انه هذا الفيكتور صار سيلف لايجيشن، وبالتالي هو امبتي فيكتور، هو عبارة عن بلازميد خالي غير حاوي عالما على قطعة الجين، فهذا نسميه سيلف ليجيتد فيكتور. وقد يكون انه البلازميد مفتوح، فبالتالي انه ان ليجيتد فيكتور.
زين، وبالتالي انه هذا ما استقبل الجين، او ربما استقبل الجين بطرف معين وبقى البلازميد مفتوح، او قد يكون ان لاقيت الدي ان اي فراجمنتس، يعني قد تكون انه جزيئه الجين بشكل او باخر التفت على بعضها او بقت اصلا بقت يعني بقت غير ملحومه. زين، فهذا خيار اخر. او قد يكون رونج ريكومبوننت دي ان اي مولكيولز، الجين بدل ان يركب بشكل معين على البلازميد التحم بشكل اخر، وبالتالي اعطاني ريكومبوننت دي ان اي مولكيولز عفوا ريكومبوننت دي ان اي مولكيولز خاطئ. وقد يكون لا مطيني ريكومبوننت دي ان اي مولكيولز بشكل صحيح، so it's correct recombinant دي ان اي مولكيولز. بهذه الحاله عندنا خمس احتماليات لوجود جزيئات مختلفه بعد عمليه الاجيشن. السؤال المهم هو انه كيف يتم التاكد او كيف يتم تمييز الكوركت ريكومبوننت دي ان اي مولكيولز عن باقي هذا المزيج، لانه احتماليه وجود هذا المزيج احتماليه جدا عاليه. اثناء عمليه الليجيشن احنا لما نمزج كميه الفيكتور بعد عمليه هضمه بانزيمين مختلفات مع الجين المهضوم ايضا بانزيمين مختلفات باطرافه، عمليه مزج الجين مع الفيكتور عاده يتم بنسب معينه. يعني على سبيل المثال ناخذ 3 أضعاف كميه من الفيكتور مع 6 أضعاف كمية من الجين، يعني كمية الجين اللي ناخذه بكمية كبيرة حتى نضمن حدوث عملية الليجيشن. فبالتالي يعني أتوقع وجود إنه self ligated vector بلازميد اندمج مع نفسه وغلق نفسه، أو كمية الانسرت اللي هو ما التحم ويا الفيكتور، او قد تكون لا فيكتور حتى ما التحم ويا قطعه الجين وبالتالي هو unligated فيكتور، وقد يكون الفيكتور التحم بشكل خاطئ في wrong recombinant DNA molecules، او التحم بشكل صحيح وبالتالي اعطاني correct recombinant DNA molecules. السؤال هو كيف اميز ما بين correct recombinant molecules عن باقي هذه الامور كلها. فعندنا الان هذا هنا هو الشكل، إذا نشوف إنه قد يكون unligated vector فبالتالي إنه ligate. زين، عفوا الخطوة الأولى هو تحضير unligated vector molecules، ثم بعد ذلك تحضير الجين مالتي، وبعد دمج الجين مع الفيكتور يا إما يعطيني self ligated vector يعني الفيكتور مجرد إنه التحم مع نفسه، أو قد يعطيني انه correct recombinant molecules يعني the desired recombinant DNA molecules، او قد يكون الجين التحم بشكل خاطئ مع ligated vector مع الفيكتور عفوا واعطاني wrong DNA wrong recombinant DNA molecules. السؤال هو كيف اميز بين هذه كلها؟ طيب خلينا نشوف انه بعد عملية الترانسفورميشن، خلينا نقول انه ذني كلهن صار بهن ترانسفورميشن، بالتالي اذا all طبعا all circular molecules will be cloned. يعني بمعنى انه كل هذه اذا صارت circular، اذا سواء كانت self ligated او سواء كان correct DNA recombinant molecules او wrong recombinant molecules راح يصير لها transformation. بالنسبة للجزيئات اللي تكون غير circular امكانية حدوث الترانسفورميشن امكانية جدا قليلة. فبالتالي هنا بعد اجراء عمليه الترانسفورميشن اذا كان سيلف ligated فيكتور، اذا كان سيلف ligated فيكتور راح يعطيني successful transformation. السبب في ذلك هو انه ال ORI ما زالت موجوده بالبلازميد، اذا البلازميد قادر على التضاعف، وايضا يكون البلازميد حاوي على الجين المقاوم للانتيبيوتيك، وبالتالي اتوقع انه اذا عندي سيلف ligated فيكتور راح تنمو الخلايا مستعمره بعد عمليه الترانسفورميشن. كذلك الحال بالنسبة للجزيئة اللي تكون حاوية على desired clone أو اللي تكون correctly recombinant DNA molecules، وكذلك الحال للwrong جميعهن يكون حاوية على original of replication وجميعهن يكون حاوية على الجين of selection. فالطريقة الأولى أو الستيب الأولى بعد عملية transformation بعد عملية زرعها على الطبق راح اميز ما بين الخلايا اللي اخذت البلازميد سواء بغض النظر عن انه بلازميد صحيح او لا عن الخلايا اللي لم تاخذ البلازميد. طيب
important. This is an important consideration. Unligated molecule rarely cause a problem. عادة هذا هنا تعليل جدا مهم إنه لماذا الجزيئة اللي تكون غير ملتحمة يعني اللي تكون عادة بلازميد مفتوح يكون عادة قليل ما يسبب problem أو host bacterium. السبب بذلك هو إنه البكتيريا host bacteria degrade them. إذا صارت عملية transformation لبلازميد linear الخلية البكتيرية تقوم عادة بتحطيمه. It is unusual for a single cell to take more than one plasmid. هذا ملاحظة أخرى إنه عادة كل خلية بلازميدية تأخذ فقط بلازميد واحد ما تأخذ أكثر من بلازميد. حتى تأخذ البكتيريا أكثر من بلازميد عملية جدا صعبة ولكن غير مستحيلة. فبالتالي إحنا نقول it is unusual معنى إنه هناك احتمالية أنه تأخذ البكتيريا. وبالفعل هناك تجارب يمكن عن طريقة أن نجعل البكتيريا تأخذ أكثر من البلازميد ولكن هذه التجارب جدا تحتاج إلى وقت وإمكانيات في تجارب غير سهلة. Self-ligated and incorrect recombinants are able to replicate مثل ما ذكرنا إنه Self-ligated والincorrect recombinant molecules حالها حال الcorrect recombinant molecules قادرة على التضاعف يعني البلازميد قادر على التضاعف وقادر على survive بعد transformation. So the most important question is how to identify the clones that contain the correct recombinant plasmids. السؤال المهم هو إنه كيف أستطيع تمييز الخلايا التي البكتيريا التي حوت على جزيئة recombinant DNA molecules صحيحة من الخلايا اللي أخذت self-ligated vector أو incorrect recombinant DNA molecules. هذا هنا راح نتكلم بشيء من التفصيل. الطريقة اللي نستخدمها هي طريقة الانسيرشن ان اكتيفيشن. الانسيرشن ان اكتيفيشن هو كالتالي: insertion of DNA fragment into the plasmid destroy the integrity of one of the genes present on the molecule. طيب شنو معنى انه هذا الكلام؟ عادة حينما نستخدم normal vector for cloning or for gene expression عملية حشر الجين مالتي أو عملية حشر قطعة الـ DNA اللي أنا أريد أدخلها في البلازميد حتى يصير لها expression نخليها عادة في مكان هو بالأصل حاوي على الجين. يعني الآن هذه عندي الآن قطعة بلازميد، طيب وفي قطعة البلازميد هناك جين معين، هذا الجين يمكن أن يعبر في الخلية. طيب إذا دخلت البلازميد مالتي في منتصف هذا الجين راح يصير disruption للفانكشن مالت هذا الجين، فهذا اللي نسميه insertional inactivation. يعني عملية حشر الجين target gene راح تسبب inactivation المن للجين product للجين اللي موجود بالأصل على البلازميد، وهذا هو بالشكل التالي. فبالتالي هنا إذا صار target gene دخلته في الجين هذا راح يسبب no gene product، بالتالي ماكو بروتين، ما راح يطلع بروتين المن لهذا الجين، فهذا يسموها insertion and activation. طيب لو فرضنا انه هنا هذا الجين هو antibiotic resistance ودخلت الجين المرغوب بداخل هذا الجين antibiotic resistance، بالتالي جين antibiotic resistance بعد ما يشتغل. فهذا مثال على الامثلة، وهذه الطريقة نسميها insertion and activation of an antibiotic resistance. فعلى سبيل المثال عندي هنا هذا الجين تتراسايكلين وهذا الجين امبيسيلين ريزيستنس وهذه مجموعة ريستركشن انزيم. فعلى سبيل المثال عندي بام اتش 1 وسال 1 نوعين من الانزيمات. لو قطعت الان هذا البام اتش 1 والبلازميد ببام اتش 1 وسال 1 وهذا القطعة طبعا بالتالي راح تخلص من عدم واجيب الجين مالتي واحشره ما بين البام 1 والسال 1، فبالتالي هنا جين التتراسايكلين بعد ما يشتغل. فبالتالي هذه العملية نسميها insertion inactivation of an antibiotic resistance gene. طيب
insertional inactivation of antibiotic resistant gene. هنا لو فرضنا الآن على سبيل المثال هذا الكلام اللي شرحناه قبل قليل، الآن لو فرضنا إنه عندي الآن هذا التتراسايكلين ريزيستنس وهذا الام بي سي ريزيستنس، أوكي، لو فرضنا إنه أجيب أقطع البلازميد بي البام وأجيب الجين مالتي وألصقه بهذا المكان، فهنا بهذا الشكل لاحظ إنه new DNA inserted in the BAM H1 site. طيب الآن لما أنا دخلت هذه القطعة هنا اللي صار شنو؟ دخل سيكونس جديد للدي ان اي، وبالتالي لما حتى وإن صار تعبير لهذا البروتين مع وجود هذه القطعة راح يطلع بروتين آخر مختلف، ولكن في الغالب ما يحدث هذا الشيء. ليش؟ لأنه قد يكون هذا هنا الجين لما انحشر قد يسبب أول شيء فريم شيفت، راح يغير السيكونس، يعني مو بالضرورة أنه هذا قد يعبر، قد يكون هنا 1 نيوكليوتيد زين وهنا 2 نيوكليوتيدات، فبالتالي راح يغير الكودون، فهذا راح يسميه راح نسميه فريم شيفت، وهذا الفريم شيفت راح ناخذه ان شاء الله في المحاضرات الاخيره. او قد يكون هذا السيكونس حاول على ستوب كودون هنا، فراح يصير تيرمينيشن، بالتالي ما راح نحصل على فانكشنال بروتين قادر على تكسير جزيئه التتراسايكلين. الان كيف اقدر اميز الخلايا اللي تكون حاوية على الانسيرشن ان اكتيفيشن؟ الخلايا اللي تكون حاوية على الجين الان راح تكون غير ريزيستنس للتتراسايكلين مقارنة بالخلايا اللي تكون غير حاوية على الجين. اذا في هذه الطريقة راح نستخدم طريقة تسمى الريبليكا بليتد، وينبغي الاهتمام بتعريف هذه الطريقة. اللي يحدث هو كالتالي، انه الخلايا التي تكون حاوي على بلازميد حاوي على الجين المطلوب يعني correct recombinant molecules، هذه الخلايا تكون غير قادرة على النمو في التتراسايكلين مثل ما ذكرنا بالمثال الآخر. طيب الآن ما اللي يصير هو كالتالي، خلنا نرجع للمثال مالتنا هنا. كل الخلايا اللي الحاوية على البلازميد كل الخلايا الحاوية على البلازميد سواء كان بلازميد حاوي على جين او غير حاوي على جين راح تكون لها القدره على النمو على الامبيسيلين. ليش؟ لانه الامبيسيلين ريزيستنس جين ستيل انتاكت، الانسيرشن ان اكتيفيشن حدث وين؟ بالتتراسايكلين. فبالتالي هنا اول خطوه عندي انه اخذ الخلايا بعد عمليه الترانسفورميشن وانميها على طبق، هذا الطبق يكون حاوي على انتيبايوتيك الامبيسيلين، وبالتالي أنا راح أتوقع أنه راح تطلع لي مثلا هكذا مستعمرات. طيب الآن لو فرضنا أنه واحدة من هذه المستعمرات حاوية على الكوركت ريكومبرنت مونيكولز، كيف أقدر أميزه؟ اللي يصير هو كالتالي، أخذ طبق آخر الآن وأخلي به أنتيبايتيك التتراسايكلين اللي هو صار فيه الحشر. إذا كانت المستعمرة إذا ظهرت المستعمرة على طبق التتراسايكلين، فبالتالي هذه المستعمرة تكون غير حاوية عليما على الجين مالتي. فبالتالي الآن نستخدم فد آلة معينة اللي هو وودن بلوك، ونسوي تاتش لهذا الطبق، وبنفس الكيفية زين أنقل هذا التاتش عليما على الطبق الآخر. فبالتالي راح اسوي تاتش سيرفيس، بهذه الحاله انا اكون معلم الطبق مالتي الاتجاهات مالته، يعني اكتب على سبيل المثال هنا نورث، هنا ساوث، هنا ويست، هنا ايست، وبالطبق الاخر ايضا اكتب نورث ساوث ويست ايست حتى تظل الاتجاهات معلومه. وعن طريق هذا الودن مجرد انه اسوي تاتش لكل السيرفيس مات الطبق هذا وأنقله إلمن إلى الطبق الآخر اللي يكون حاوي الآن على المضاد الحيوي التتراسايكلين. كل المستعمرات المفروض تنمو بنفس المكان. إذا المستعمرة ما نمت هنا عندي بهذا الطبق، على سبيل المثال هذه المستعمرة وهذه المستعمرة وهذه المستعمرة، هذه المستعمرات ما نمت في هذا الطبق، راح أعرف مباشرة إنه هذه المستعمرة وهذه المستعمرة وهذه المستعمرة هي اللي حاوي على الجين مالتي. والسبب في ذلك انه لم تنمو على هذا الطبق بسبب وجود الجين في الجين المحشور في الجين الحاوي عليما على الامبسيلين عفوا التتراسايكلين جين.
فهذه الطريقة نسميها عادة بالinsertional inactivation of gene. وطريقة نقل الودن بلوك على الجدارين راح نسميها بالريبليكا بليتد. طيب هل هناك طريقة أخرى لمعرفة وجود الجين في داخل البلازميد من عدمه؟ نعم، الطريقة الثانية نسميها insertional inactivation of laxate. حتى نعرف هذه العملية نحتاج إلى شرح بعض المصطلحات. بيتا جلاكتوسايديز هو عبارة عن إنزيم إلى القدرة على تكسير جزيئة اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز. هذا سكر ثنائي، هذا الإنزيم يكسر هذا السكر الثنائي إلى جزيئتي السكر الأحادي المكونة اللي هي الجلوكوز والجلاكتوز. طيب هذا الإنزيم عادة يكون مشفر بجين يعرف هذا الجين باللاكزات ويكون موجود عادة بالكروموسومات الخلايا. بعض هذه الخلايا some strains of E. coli تفتقر إلى alpha peptide portion of the beta galactosidase segment laxate، وذلك نسميها laxate comma، بمعنى أنه بعض الكروموسوم أو عفوا بعض سترينات الإيكولاي جين اللاكزت عادة فيها يكون على سبيل المثال خلينا نقول أنه الجين هو مكون من خلينا نفرض أنه 500 أمينو أسيد، وهذه 500 أمينو أسيد هي لازمة لتكوين البروتين جزيئة البروتين كاملة. عادة في جزيئة البروتين يكون الـ 3D structure مكون من أكثر من جزء بيبتيدي، ولذلك نسميها بالسيجمنت. فنفرض أنه في بعض أنواع البكتيريا يكون حاوي بدل 500 أمينو أسيد حاوي على 300 أمينو أسيد، طيب السيجمنت الآخر يكون غير متواجد. الآن لو دخلت بلازميد يكون حاوي عليما على باقي السيجمنت اللي هو 200 أمينو أسيد راح يكون البروتين فعال. طيب So some strain of E. coli lack the alpha peptide portion of the beta galactosidase segment. إذا يكون حاوي فاقد عليما على جزء من البروتين. This mutant can synthesize the enzyme only when the harbor a plasmid that carry or carries the missing laxate segment. بمعنى إنه لو الآن وجدنا هذه شرحنا الآن لو لاحظنا العفو هذا الشكل، الآن عندي هذا هو الكروموسومال أو الجينوميك دي ان اي، هذا الجينوميك دي ان اي مات هذه الخلايا حاوي على جزء من الجين، فبالتالي هنا إذا كان حاوي على الجزء من الجين راح يعطيني جزء من بروتين البيتا جلاكتوسايدز. اللي يحدث هو كالتالي، في تطبيقات الهندسة الوراثية نستخدم هذه الطريقة ونحمل الميسنج part of this protein عليما على بلازميد، خلينا نسميه على سبيل المثال بلازميد ال PUC9. إذا صارت عملية ال transformation ويا ال PUC9 راح ال PUC9 يعبر نصف جين البيتا جلاكتوسايدز، فبالتالي نصف الجين يكون موجود على الكروموسوم ونصف الجين يكون موجود على البلازميد، راح يصنع لي جزيئة كاملة من البيتا جلاكتوسايدز، وبالتالي الآن جزيئة البيتا جلاكتوسايدز قادرة على تكسير الجلوكوز العفوا اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز. طيب اللي يحدث هو كالتالي، اللي يحدث هو أنه البلازميد العفو مالتنا اللي هو الـ PUC9 يكون حاوي على جزء من جين البيتا جلاكتوسايدز. عملية الحشر للجين المطلوب حشرة في البلازميد راح نخليها في منتصف جين البيتا جلاكتوسايدز، فبالتالي إذا صار عندي self ligated راح البلازميد يعبر نصف بروتين البيتا جلاكتوسايدز وراح يصنع لي جزيئة كاملة بيتا جلاكتوسايدز، وبالتالي الخلية تكون قادرة على تكسير الإنزيم اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز. ولكن إذا صار عندي successful ligation of the gene which is inserted inside of the gene of beta-galactosidase بالبلازميد، وبالتالي هنا البلازميد يكون غير قادر على تعبير نصف البروتين، وبالتالي راح تظهر لي عندي فقط جزيئة بروتين تورنيكيتد، معنى أنه نصف جزيئة البروتين،
وبالتالي يكون الخلية غير قادرة على تكسير اللاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز. طيب كيف تتم العملية كالتالي؟ اللي يصير هو أنه بعد عملية الانسيرشن، بعد إذا الآن عندي هنا على سبيل المثال هذا هو MPC resistance gene، هذا هو BUC9 plasmid، وهذا هو الجين اللي يعطيني هنا الجلاكتوسايتيز أو نصف جزيئة الجلاكتوسايتيز. بالتالي إذا دخلت الجين مالتي في هذا المكان هنا راح يصير disruption بهذا الجين، فبالتالي هنا أنا أقدر أميز جزيئة البلازميد اللي حوت على الجين عن جزيئة البلازميد اللي لم تحوي على الجين. كيف؟ جزيئة البلازميد اللي حوت على الجين المحشور تكون غير قادرة على تعبير بروتين البيتا جلاكتوسايديز، في حين جزيئة البلازميد اللي لم تحوي على جزيئة الجين اللي حشر في البلازميد تكون قادرة على تحرير البيتا جلاكتوسايديز. طيب كيف يتم عملية التمييز؟ نستخدم عملية الـ X-Gal Assay، وهي كالتالي: نأخذ ميديا، هذه الميديا تكون حاوية على مادة مشابهة لللاكتوز نسميها X-Gal اللي هي 5-bromo 4-chloro 3-indolyl beta D galactobyrinosides، وهذه المادة اللي هي الـ X-Gal هي عبارة عن أنالوج المن لللاكتوز، فبالتالي هنا وجود هذه المادة بدل عن اللاكتوز لها غرض. السبب في ذلك أنه الأكس جال البيتا عفواً البيتا جلاكتوسايديز إذا كسر الأكس جال، if the beta galactosidase can be breaking down can break down أكس جال، وبالتالي إذا بنفس الكيفية اللي تكسر بها اللاكتوز، الأكس جال هو أنالوج المن لللاكتوز. السبب في استخدامه هو إنه إذا انكسرت هذه الأكس جال بفعل البيتا جلاكتوسايديز راح يعطينا مركب لونه أزرق، أزرق غامق، وبالتالي أنا أقدر أميز عن طريق لون المستعمرة من الخلايا اللي كسرت الأكس جال عن الخلايا اللي لم تكسر الأكس جال. بالتالي إذا كانت الخلايا حاوية على إنزيم البيتا جلاكتوسايديز تقوم بكسر مادة الأكس جال الموجودة بالميديا وتحولها إلى مركبات الأحادية، وبالتالي راح تتلون شكل المستعمرة باللون الأزرق. أما الخلايا اللي تكون حاوية على بلازميد وهذا البلازميد تم حشر جين في مكان البيتا جلاكتوسايديز جين على البلازميد المحمل، فبالتالي هذه المستعمرات تكون غير قادرة على expression of whole molecule of beta galactosidase، وبالتالي غير قادرة على كسر مادة الأكس جال، وبالتالي ما راح تتلون باللون الأزرق فتظهر باللون الأبيض. المستعمرات التي تظهر في اللون الأبيض هي المستعمرات اللي تكون حاوية على البلازميد الصحيح مالتي، أما المستعمرات اللي تكون باللون الأزرق فهي المستعمرات اللي تكون حاوية على البلازميد غير حاوية على جزيئة محشور فيها. خلينا نأخذ الآن نأخذ جولة في هذا الكلام. Beta galactosidase can break down X-gal as do for lactose، وهذا صحيح. ليش؟ لأنه X-gal هو أنالوج لللاكتوز، الأنالوج اللي مقصود به يعني أنه هو نظير إلى، هو مادة كيميائية مشابهة لللاكتوز. Breaking down X-gal، تكسير جزيئة X-gal بواسطة إنزيم البيتا جلاكتوسايديز راح يعطينا Deep Blue Color. If X-gal is added to the agar with the ampicillin there will be two options. إذا كم X-gal أضيفت للأجار مع وجود الأمبسيلين، طبعا وجود الأمبسيلين وجود جدا مهم، لأنه لو رجعنا الآن إلى البلازميد نشوف أنه عملية الحشر تتم وين؟ في جين البيتا جلاكتوسايديز أو نصف جين البيتا جلاكتوسايديز المحمل على البلازميد. أما الأمبسيلين فهو جين آخر عملية الحشر ما تتم به، وجوده جدا ضروري حتى نضمن أنه ما يصير contamination وما تنمو خلايا أخرى غير حاوية على البلازميد، وكذلك نضمن أنه حفاظ الخلية علماً على البلازميد. بدون وجود الأنتيبايتيك الخلية راح تلفظ البلازميد وتخرجه لأنه ما تحتاجه. طيب
If XGAL is added to the agar with the ampicillin, there will be two options. The cells of which synthesis beta galactosidase will be colored blue. الخلايا اللي صنعت جزيئة البيتا جالاكتوسايديز راح تكون باللون الأزرق. Non-recombinant colonies. فبالتالي هذه الخلايا تكون غير حاوية على الجين الذي يجب أن يحشر في البلازميد. في حين الخلايا التي whereas recombinant with a disrupted laxate gene are enabled to make beta galactosidase will be white. بالتالي إنه إذا الجين مالتي حشرته في جين الجزء عفوا نصف جين البيتا جالاكتوسايديز اللي موجود على البلازميد، فبالتالي جين البيتا جالاكتوسايديز المحمل على البلازميد في هذه الحالة سوف لا يعبر إلى بروتين، وبالتالي نصف البروتين اللي ينتج من البلازميد يكون غير موجود، وبالتالي جزيئة البيتا جالاكتوسايديز تكون غير مكتملة وغير قادرة على كسر الأكس كار، وبالتالي راح تظهر المستعمرة بشكل لون أبيض. وهذا هو شكل المستعمرة. لاحظ أنه المستعمرات الزرق النامية أفترض أنه تكون حاوية على بلازميد، وهذا البلازميد يا أما يكون self ligated يا أما يكون غير صحيح، في حين أنه الخلايا البيضاء هي الخلايا اللي تكون حاوية على البلازميد الصحيح. أتمنى أنه في هذه المحاضرة شرحت بشكل مبسط موضوع المحاضرة، وإلى حين اللقاء في المحاضرات القادمة نسألكم الدعاء وفي أمان الله.